تشهد الأسواق في مدينة الموصل حركة تجارية ملحوظة نشطت مع دخول شهر رمضان المبارك وإقبال المتبضعين على محلات المواد الغذائية لتعزيز المائدة الرمضانية بالأكلات التي تشتهر بها المدينة. الإقبال يعني إن شاء الله نقدر نقول إنه فوق الوسط، ما مثل قبل، قبل كان الإقبال أكثر. يعني كان محصول السوق بهالمنطقة هاي، هسه السوق تفرع، هسه كل منطقة صار بها سوق، فالإقبال شوية ضعف، يعني نقول 70-75% ما مثل قبل. ارتفاع كبير بأسعار السلع وخصوصا المواد الغذائية واللحوم والخضار سجلته أسواق مدينة الموصل وغياب شبه تام للرقابة التجارية على استغلال بعض التجار لزيادة الطلب على الشراء ورواج الحركة التجارية. الدولار مؤثر على السوق، يعني ماكو استقرار به لحد الآن، استقرار ماكو، السوق بينها صعود نزول، ما نقول لك صعود حيل لا، يعني متواضع بس مو لهالدرجة. هذا أخذنا يعني شغلات هاي المطلوعات مال رمضان، تعرف أنت التمر والشغلات، يعني هاي مال الفطور يسوون، هاي مال برياني وشغلات، كلها سوقناها، ودجاج ولحم، واحد يأخذنا على البيت يودين. أكلات خاصة تشتهر بها مدينة الموصل ولا تغيب عن الموائد الرمضانية، بالإضافة إلى العصائر وأهمها منقوع الزبيب وكذلك المخللات التي تشهد إقبالا كبيرا من الصائمين. مائدة الموصلية تكون دائما يعني الله أعلم مميزة عن باقي المحافظات، يعني منها الكباب، منها العروق، منها الدولمة الموصلية، منها البرياني، منها يعني حتى البرمة والهاي الأكلات اللي يمكن تغيب عن باقي المحافظات، هاي موجودة بالموصل وتكون سيدة الموقف بالمائدة الرمضانية بالموصل. تتميز محافظة نينوى بأجواء رمضانية خاصة في الشهر الفضيل بطقوس فريدة اعتاد الموصليون المواظبة عليها بعد صلاة التراويح، ومنها الخروج بتجمعات في الأماكن العامة وممارسة لعبة الفر والمحابس والمسابقات الرمضانية الأخرى. أنس الشرقي من الموصل، قناة الرشيد الفضائية.